تعاني الأشجار في الأردن من العديد من المشاكل، أبرزها قلة المياه التي تروي الغطاء النباتي الأخضر والتحطيب الجائر وغيرها من المشاكل التي تخلخل الأشجار من جذورها وتحرمنا من فوائدها العظيمة. من خلال تجربتي مع الزراعة في لواء الشوبك، فأنني وجدت هناك بعض المشاكل التي تعترض المزارع في الشوبك. من هذه المشاكل أولا مشاكل المياه، عدم توفر المياه في لواء الشوبك سواء كان من الآبار الارتوازية التي يستفيد منها المزارع أو من كمية الماء الهاطلة من السماء، بالإضافة إلى أنه المزارع إذا أقدم على عمل مشروع زراعي فإنه ينقص بعض الخبرة. من هذه الخبرة أولا عدم معرفته الكافية في نوعية التربة ومدى صلاحيتها لأي ما يعني نوع من الأشجار التي يستعملها. يجب أن يكون يسبق هناك الدراسة ويجب عليها أن إشراف زراعي متخصص حتى يقوم بنصح المواطن ليتعامل مع نوعية الأشجار التي يستعملها. يتعلق بالقطاع النباتي سواء كان الغطاء النباتي أو الإنتاجي، لا واضح أنه في تراجع كبير بالأردن مقارنة بحقب سابقة. في مشكلة كبيرة جدا في القطاع الإنتاجي سواء كان بالخضروات أو بالإنتاج الفاكهة أو بالمحاصيل الحقلية، تراجعت بشكل كبير جدا. عندنا مشكلة بأنه البرامج اللي هي مكافحة التصحر أو زيادة الغطاء النباتي على مستوى الغابات المختلفة أو على مستوى المناطق المطرية اللي ممكن تتحمل زراعة مثل هذا النوع من النباتات اللي هو مهم بيئيا ومهم تجميليا ومهم في كثير من النواحي، في تراجع كبير. وهذا السبب الأساسي اللي نحكي عن الأسباب هو نتيجة لغياب خطة. هاي ما بيقدرش يقوم فيها مزارعين ولا مواطنين عاديين، هاي مهمة بالدرجة الأولى الحكومة الممثلة بالوزارة والحراج. اثنين يعني هي مهمة المؤسسات المعنية بالعمل على البيئة. في الأردن هناك العديد من المحميات والغابات، 460 ألف دونم من غابات الأحراج الاصطناعية و378 ألف دونم من الغابات الطبيعية و60 ألف دونم فقط غابات ملكيات خاصة. وجب علينا الاهتمام بالأشجار ورعايتها والحفاظ عليها منعا لامتداد اللون الأصفر القاحل عن طريق تقديم أفضل سبل الحماية، منها القوانين وعامل الوعي والحوافز التي تتمثل في مشاريع التنمية المستدامة.